فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يتجنب لباس الظلمة حتى من المسلمين. إذا كان لهم لباس خاص كلبس السواد أو العمائم السود، فالإمام أحمد يتجنبه لئلا يشارك الظلمة في المظهر، لئلا يشارك الظلمة في المظهر. فإذا كان هذا في الظلمة من المسلمين يتجنب المشابهة لهم في اللباس، فكيف بالكفار؟ ومن باب أولى.